بس من اهم المحطات بالنسبه لي فيلم رسائل البحر، واللي هو اتعرض هنا في المهرجان عشان التكريم، وفيلم تراب الماس. وبالنسبه لي دول محطتين مهمين جدا. كل فيلم حقيقي بعتز بيه جدا وبيؤدي للي بعده، سواء النضج الفني اللي انا بوصل له او سواء الخبره اللي انا بكتسبها. فبحمد ربنا جدا على كل الفرص اللي جات لي، وبحمد ربنا جدا انه وفقني ان انا اشتغل مع، انا بقول ان انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اشتغلت مع اهم مخرجين في مصر، واتمنى لسه ان انا اشتغل مع كل واحد فيهم تاني.